انطلاقات وتحديات هذا المهرجان ومهرجان فارس الخليج في انطلاقته الأولى وانطلاقته الأخيرة في أول أيامه من خلال الفترة الصباحية. نذكر الجميع بانطلاقة المساء ستكون في الساعة الثانية من بعد ظهر هذا اليوم لأشواط الرموز بالنسبة لسن اللقاية في انطلاقات هجن أبناء القبائل وكذلك هذا المهرجان الكبير والذي يأتي دائما مشاهدينا الكرام بدعم أصحاب السمو الشيوخ حفظهم الله من كل شر ومكروه. نسير أيها الحفل الكريم مع انطلاقة شيوخ الختام الخاص بالأبكار المهجنات الأصايل التي تنطلق فيه دفعة ونخبة من الأسماء المميزة والأسماء الجميلة الرائعة. التوفيق نتمنى لكل الأخوة المشاركين، أعداد كبيرة وأعداد مميزة والكل حضر هنا مشاهدينا الكرام وعد العدة والعتاد في مشاركات الانطلاقة. المركز الأول نسير لمحة عبد الله بن خالد بن حميد بن حارب المهيري هو الآن من يحتل المركز الأول، بينما المركز الثاني هناك وصول أيها الحبل الكريم وتواجد من خلال انطلاق محذاف مسري بن سالم بالعرطي الحميري. أما النقلة التالية على المركز الثالث يا أبو حد سرد وانطلقت إلى المركز الثالث، بينما المركز الرابع وصلت الآن وضوح اتضحت وضوح من خلال هذه اللحظات حمد بن حمدون الوهيبي يحتل المركز الرابع، بينما المركز الخامس وصلت قمرية سالم بن سعيد بن مبارك الزرعي، والمركز السادس أشوف شعار بن دري يتجاوز هنا في هذه اللحظات سيف بن سعيد بن دري الفلاح قدم لنا كذلك اسم من خلال هذه الانطلاقة في هذا اللقاء في المركز السادس والمركز السابع. أشوف المركز السابع الجانب الآخر هناك المركز السابع. يا سلام هذه اللي وصلت الآن هذه الجزيرة مبارك بن سهيل بن مبارك الاجتبي المركز الثامن. هناك تقدم من خلال تواجد حدث سعيد بن محمد بالثيم العامري. الله يا حدث الله يا هذا الاسم أكيد غالي عندك يا أبو مظفر. عودة إلى المركز التاسع شعار بالشيلة يتقدم نحو المركز التاسع في هذه الانطلاقة، بينما المركز العاشر وصلت فيه جميلة علي بن مطوع بن هاشم الجهبي. هكذا هي النتيجة، هكذا هو المسار لهذه الانطلاقة الختامية الوداعية لانطلاقات أشواط هذا الصباح. وجوائزنا جوائز نقدية لكل الأخوة المشاركين حتى المركز العاشر، بينما نعود إلى المركز الأول لنتعرف على المنطلقة على صدارة الشوط الظبي حمد بن سالم بن معصم الحميري هو الآن المحتل لصدارة هذا الشوط والمنطلق انطلاقة صاروخية نحو الهدف المركز الأول، بينما المركز الثاني أشوف شعارك يا بن ساري يتجاوز أو حمد بن حمدون الوهيبي وصل خذ المركز الثاني مع وضوح، بينما بن دري يتواجد في المركز الثالث سيف بن سعيد بن دري الفلاحي يقدم لنا الجري هذه الانطلاقة وهذا العنوان مع وجود المركز الثالث، بينما المركز الرابع وصل بالشيلة مع الظبي أو مع مخيفة عبد الله مخيفة وصلت عبد الله بن محمد بن وديمة العامري مشاهدينا الكرام يصل يحتل المركز الرابع، بينما المركز الخامس هناك سهيل بن مبارك الاجتبي يتقدم ويقدم لنا كذلك اسم وعنوان هذه الجزيرة مبارك بن سهيل الاجتبي. ولكن اشوف المركز السادس الله 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 نجدة واصلة سهيل بن سليم بن شوير بالعامري، ولكن اللي وصلت الان تدخلت في هذه اللحظة وصلت الى المركز السادس علي بن مطر بن مطوع يقدم جميلة في المركز السادس، بينما المركز السابع الاسم القادم في هذه اللحظات قمرية سالم بن سعيد بن مبارك الزرعي يصل للمركز السابع، بينما المركز الثامن الحدث في المركز الثامن سعيد بن محمد بن حسن العامري يقدم لنا كذلك هذه الانطلاقة ويقدم لنا حدث من تحتل المركز الثامن، بينما المركز التاسع تجاوزات أخرى ويختلط الحابل في النابل مع هذه الأسماء مع هذه التحديات. الله يا مشوار الصباح، الله يا مشوار التحدي، الله يا مشوار الملاقاة المميزة في هذا المهرجان فارس
مبارك يا من تتابع. أكيد بلا شك سعداء مع هذه الانطلاقات والعودة إلى صدارة الشوط. نجدة الآن غيرت، نجدة سارت إلى طريق النجاح الأول. ها هي نجدة سليم بن أو سهيل بن سليم بن شوير بالعامري وصل خذ المركز الأول وسيطر على مقدمة الشوط، بينما جميلة ملاحقة من جميلة علي بن مطر بن مطوع الاجتبي يحتل المركز الثاني. لكن مخيفة، اشوف مخيفة عندك يا بن وديمة. الله يا بن وديمة عبد الله بن محمد بن وديمة العامري يحتل المركز الثالث، ولكن ارى المركز الرابع. المركز الرابع هذه لمحة، عبد الله بن خالد بن حميد المهيري يحتل المركز الرابع. المركز الخامس هناك وضوح، وضوح حمد بن حمدون الوهيبي واصل ليحتل المركز الخامس. ولكن خلونا نعود الى شعار بن مطوع، خلونا نعود الى هذا الشعار 1200 على خط النهاية. ها هو الانتاج، ها هي التحديات، هذه الاشواط. ويلا يا بن مطوع اكيد انجاز مميز وانتاج مميز مع هذا الشعار. وياتي علي بن مطر بن مطوع الاجتبي يتقدم في هذه اللحظات، بينما مخيفه تخوف مخيفه عبد الله بن محمد بن وديمه العامري يخوف 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 في هذه الانتصارات، في هذه الانطلاقات مع شعار بالشيله، حيث قدم نقطتين في صباح هذا اليوم. الله، ولكن جميله مستمره، جميله مستمره، ومخيفه تحاول، مخيفه تحاول. اصبح الشوط ثنائي، اصبح الشوط ثنائي، بينما هناك محاولات من قبل خليل بن سعيد بن راشد بن العرطي يقدم لنا الغزيل لتحتل المركز الثالث، لتحتل المركز الثالث، بينما تطير ونطير نشوف الى المركز الرابع. وصلت الان في هذه اللحظات، هناك زعفور سيف بن هلال العليلي يحتل المركز الرابع. حفلنا الكريم مشاهدين الاعزاء، خلونا نعود الى البدايه، نعود الى المقدمه بين جميله ومخيفه، مخيفه وجميله، بين بن وديمه وبن مطوع. الله، هي اللحظات الأخيرة، اللحظات المثيرة، جميلة ومخيفة، جميلة لا زالت مسيطرة. علي بن مطر بن مطوع الاجتبي يحتل المركز الأول، ولكن مخيفة، مخيفة بدأت تتسلل، مخيفة بدأت تتسلل، مخيفة. الله الله الله، لكن زعفور حذاري يا إخواني، حذاري يا إخواني، هناك صراع، ولكن زعفور واصلة. زعفور سيف بن هلال العليلي، سيف بن هلال العليلي تسلل مشاهدين الأعزاء العليلي إلى المركز الأول. سلام يا العليلي، السلام مع زعفور. واللحظة الأخيرة، اللحظة المثيرة، زعفور مشاهدين الكرام تنتزع المركز الأول. سيف بن هلال العليلي هو من يخطف المركز الأول في شوط الختام، تهانينا والناموس. المركز الثاني عبد الله بن محمد بن وديمة العامري، المركز الثالث الغفيج بصغير المالكي، المركز الرابع هناك جميلة ياتي علي بن مطر بن مطوع الاستبي، والمركز الخامس كان الدخول مسلم بن طالب بن عقيل المري هو من حصد المركز الخامس في هذه الانطلاقة. أيها المشاهد العزيز، نعود بحضراتكم، نعود إلى المتابعين، نعود بالتهنية من جديد إلى صاحب المركز الأول، حيث استطاع أن يقدم هذا الأداء في اللحظة الأخيرة ويقترص فرصة الفوز والناموس. يأتي مع زعفور 7 دقائق 49 ثانية وفاء وتماما وكمالا. تهانينا لسيف بن هلال العليلي على هذا الانتصار وهذا التقدم المميز في شوط الختام، بينما الذي حضر في المركز الثاني هناك كانت مخيفة. تهانينا والناموس عبد الله بن محمد بن وديمة العامري 7 دقائق 49 ثانية وثلاث أجزاء من الثانية، بينما المركز الثالث وصلت هنا مع شعار السلطنة، وهي تأكيد بالفعل تؤكد حضورها في انطلاقات صباح هذا اليوم للغفيج بالصغير المالكي، حيث استطاعت أن تقطع المسافة في 7 دقائق 9